هذا الحديث القدسي: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني أشد شوقا لهم، ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، من ذا الذي أقبل علي وما قبلته، ومن ذا الذي طرق بابي وما فتحته، ومن ذا الذي توكل علي وما كفيته، من ذا الذي دعاني وما أجبته، من ذا الذي سألني وما أعطيته، أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، أقول له أين تذهب، ألك رب سواي؟ هذا بعد البحث لم أجد له أصلا في كتب السنة، وقد اطلعت على كلام ابن عبد الهادي في كتابه العقود في بيان مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الله في بعض الكتب، فدل هذا على أنه من الإسرائيليات. وعثرت أيضا على كلام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، فقال ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ذكر جزءا منه، قال رحمه الله: وعليه لوائح الإسرائيليات. فدل هذا على أنه ليس بحديث، مع بيان كلام هذين العالمين ومع البحث الذي بحثته من أجل الاطلاع على متنه أو سنده، فلم أجد له أصلا في كتب السنة ولا في زوائد الأحاديث.